دخل إلى المسجد. وقت کی داخل بو مسجد تو کا. الرجل لابد يتقدم إلى الصفوف الأولى لا يتأخر. مردين آدم واسطة علمي هم شلت كي آهما أولي صفا انتو كو ترى سر بكام. يتأخر النساء ويتقدم الرجال. جاني آدم وترى پشتي صفا اندارا ومردين آدم وترى أولي صفا اندارا. أتقدم إلى الصف الأول. بلکه من دیما روا اولی صف کرتر سر کنم. اذا اقیمت الصلاة وقتی که نماز قیا اقامت کنه بو اکبر تکبیرت الاحرام و ادخل مع الامام. الله اکبر تکبیرت الاحرام ابو شاو و امام داخل به نماز کو. على اي هيئه يكون عليها الامام قائم راكع جالس ساجد. کجا مورا که امام بی امام اگا اوشتو کن تو بوشت بو امام رکو تو کن تو رکو بکن اگر سجده کنه گاین تو سجده تو کن داخل بو بو. اذا ادركت الامام وهو قائم او وهو راكع اكبر وبهذا تحسب لي ركعه. و وقتی که تو سر بود تو امام اوشتو کت تو بس تکبیره بکن یا امام رکو تو کایت هم تو تکبیره بکن داخل بو خلاص یک رکعت ثابت بید گوتی رکعت ابن گونگو. وإلا يعني مثلا ادرك الامام في السجود او في الجلوس فاتته الركعة لابد يقضي هذه الركعة بعد أن يسلم الإمام. أغن تو سر بوتي و إمام تو ركوة قادت كغا يا سجدة يا تحياتا يا قولت تي إي يكي ركاتا تو پشكت تغي وقت إمام سلامة چكريني تو پدا پادا تو يكي ركاتا پشكت تغي نبوان. دخلت إلى المسجد والصلاة لم تقم بعد أصلي تحية المسجد أصلي السنة القبلية إذا كان لهذه الصلاة سنة قبلية مثل صلاة الفجر. أغن تو داخل بوتي مسجد تو كبوترتي و نماز نووش تاتغت گوڑے تو تحیت المسجد بوا دروکا تحیت المسجد بوا اگر تحیت المسجد دے علاوہ ہر چیز کی سنت ہستا نماز پیش وانے گیا آ ہم بو ہن چکو فجر نماز دے سر بوتے دو رکعت سنت ہم بوا رندا میں. اما النظر في الساعه النظر اللعب الحديث رفع الصوت في المسجد هذا لا ينبغي للمسلم. او ایک تو تی پاگوں تی گڑیا بیچارے ٹیمبا بیچارے یا موبائل بیچارے یا آواز چس بکنے مسجد تو کا ای باید نہیں کہ مسجد تو کا ای ورکنے بھی. نعم.